وقالوا ان الفاستنج تراجل سلايد بالذات لو فوق ال 500 دي تلفت انتباهنا ان احنا نبتدي ندي لها علاج عشان البنكرياتايتس، مش عشان انها هتاثر او تجيب افكت احسن. وقالوا ان الكلينيكال براكتس مهمه جدا في العيانين انها بتبروفايد ميني ادجاستد انتنستي للستاتين بيزد اون انديفيديوال بيشنت ريسبونس تو ذا ميديكيشن، اقعد اغير واشوف السايد افكت وما شابه. وطبعا الكوليسترول لابراتوري ورك مهم جدا. قالوا الكومباينيشن ثيرابي هاز بين شون نوت تو بروفايد اديشنال كارديو فاسكولار اليمنت بينفيت اباف الستاتين ثيرابي الون اند از نوت جنرالي ريكومندد. وقالوا الستاتين ثيرابي از كونترا انديكيتد ان بريجننسي. طبعا احنا عارفين الاي بي سي اللي هو الهيموجلوبين A، والبي البلاد بريشر، والسي اللي هو الكوليسترول ليفل. مش هخش في الديتيل عشان التايم بتاع التريتمنت الافيلبل عندنا. زي ما انتم شايفين احنا عندنا فيرست لاين تريتمنت الستاتين، فايبريت، البايل اسيد بايندنج ريزين، والنياسين، والكوليسترول ابسوربشن انهيبيتور. مش هخش فيه بالديتيل عشان الحاجات اللي فاضل لي في التايم، عاوز اوصل المسج بتاعت العيان الرينال والهيباتيك. لكن لو حبينا نقول مين فيرست لاين اوف تريتمنت في الدايابيتيك، هو الستاتين يسبقه او يليه كل اللي جاي. الستاتين ليه؟ لان احنا مشكلتنا دايما هي ال LDL، احنا مشكلتنا هي ال LDL في العيانين دول، فبيقلل 55%، اكتر حاجه تقلل 55%. حتى الفايبريت مع انها بتشتغل مينلي على التريجلسرايد لكن لها فيري ليميتد افكت على ال LDL. طبعا حكايه الفايبريت وعلاقتها بالفايبرينوجين، حكايه البايندنج اسيد بايندرزين الكولسيفيلام وعلاقتها بالدايابيتس، النياسين وعلاقتها بال LDL سايز، كل دي اوبشنال. احنا عندنا العيانين الكيدني في مصر مهم جدا. كنا زمان بنقول احنا ديبيت العيانين دول ياخدوا ستاتين ولا ما ياخدوش ستاتين. الكلام الجديد ان العيان الكيدني ديزيز اللي عنده اثيروسكلروتيك ريسك فاكتور يو ماست جيف ستاتين. قالوا ان الكرونيك كيدني ديزيز as a coronary artery disease risk equivalent. وقالوا ان ال LDL reduction is recommended as a primary rule او target of the therapy. قالوا ان ال LDL lowering reduce the cardiovascular risk في ال chronic kidney disease and should be considered. قالوا ال statin should be considered to slow the rate of kidney function. هي الحتة دي اللي عاوزين نهتم بيها، انه لها علاقة بتقلل ال kidney function loss moderately against the development of end stage. وكمان recommended في الباراجراف الرابع في العيان اللي عنده بروتونوريا فوق ال 300. العيان اللي عنده بروتونوريا بنعالجه بايس او اربز ماشي، لكن الستاتين لو كمان معاها ليبت هيبقى ليها رول على البروتونوريا. بالنسبه للليفر الريكومنديشن في الستاتين، نفكر بعدنا ان الليفر ديزيز از انديميك في مصر، وان احنا عندنا عيانين هيباتيتس سي كتير، فناخد بالنا من عياننا، بنعمل لهم ليفر انزايم ضروري قبل ما ندي الستاتين. وقالوا ان الليفر انزايم بنقسمها لحتتين، لو الليفر انزايم كانت اقل من 3 الابر نورمال انت ممكن تدي التريتمنت، بس خلي بالك ان انت تريت تشيك بعد 4 ل 6 اسابيع. لكن لو فوق الثلاثة upper limit ما تديش statin. وبالنسبه للسي كي هي دي حته المنسيه، يقول لك يستحسن ان انت تعمل قبل ما تدي التريتمنت اوف ذا statin. دي احنا كتير ما بنعملهاش، ان احنا نعمل سي بي كي لعيانيننا قبل ما ندي statin في البيز لاين، ودي ريكومنديشن قويه لكن احنا ما بنعملهاش. وقالوا ان العيان تو بي فولود بسي كي لو العيان ادي سيمتوم اوف مايالجيا او مايوسايتس او ما شابه. وقالوا ان الاي بي كي ان السي بي كي لو رفع لو ارتفع اكتر من 5 لازم توقف التريتمنت وتدور على حاجات تانية. وخلي بالك في الايدج بتاع العيانين ان ما يكونش السن بتاعهم كبير، لان كل ما كان السن كبير كل ما كان المالتي دراج كتير، كل ما كان في كونفليكت اكتر، فنسبه الستاتين كومبليكيشن بتعلى. نيجي للرؤيه الثالثه وهي الامريكان الاي دي اف الانترناشونال دايابيتس فيدريشن. قالت ايه؟ قالت تريت الهاي ريسك انديفيديوال ويز ستاتين انليس كونترا انديكيتد اور كونسيدر كلينيكال ان ابروبريت. احنا عرضنا وجهه نظر الكارديولوجي او الامريكان هارت اللي هي بتدي ستاتين لاربعه جروب، وعرضنا وجهه نظر الامريكان دايابيتس اللي اعتبرت ان الدايابيتس ده كور مهم جدا ويديله تريتمنت، بس برضه لا زالت بتتكلم على الليبيد. وفي الاخر حطت جدول، قالت الجدول ده كلنا نشتغل عليه. جت الاي دي اف يمكن سنه قبل كده وكانت بتتكلم على نفس الفلسفه، ان احنا تريت الهاي ريسك انديفيديوال ويز ستاتين انليس كونترا انديكيتد اور كونسيدرد كلينيكال ان ابروبريت. ما ننساش ان الكومباينيشن في الفايبريت ممكن نديه، وبالذات بيحسن الريتينوباسي. دي مهمه جدا انه ليه افكت على الريتينوباسي، بيحسن الريتينوباسي، وعشان كده الكومباينيشن هنا كانت ريكومندد. لكن الكومباينيشن مع الجيم فيبرازول احنا عارفين انه كونترا انديكيتد.
consider other medication for dyslipidemia اللي احنا قلناهم كلهم في الناس اللي fail to reach الليبيد، وكلنا بنعمل كده، اللي حصل له complication او ما عرفش يوصل للتارجت، و refer early for further investigation. مش عيب نبعت لاساتذتنا وزملائنا في التخصصات الاخرى لو كان في اي debate او مش عارفين نوصل الى conclusion. وهذا هو conclusion.